في ولاد تقعد تفتح الكتاب قدامه وخلاص، مش انت عايزاني اذاكر، انا هقعد فاتح الكتاب وباصص فيه، خدها عادي. والامهات اللي فاتحه المسلسل، بس الامهات تشوف الانماط التعليميه، الامهات المفروض تتعلم تشوف نمط تعليمي ابني، في نمط بصري وفي نمط سمعي، في نمط سمعي لو ابره جنبه يتشتت، لو ابره وقعت جنبه يتشتت، وفي طالب يقدر يذاكر في دوشه في بتاع. فالمفروض احنا يعني انا بكمل على ان احنا نوفر ليهم المناخ الذي يتناسب مع النمط التعليمي بتاعهم. ايوه نمط التعليم بتاعهم. بس احنا عندنا حلول للمشاكل دي كلها، يعني عندنا حلول لمشاكل الفوبيا. بتبدا من البيت، البيت يبتدي ما يركزش على كليات القمه قوي، ما يركزش على 95 قوي. التدريب يا دكتور على لا الامتحانات. لا يشوف حضرتك الطالب ده شاطر فيه وابتدي انمي عنده المهنه دي. مش انا اول ما يدخل كيجي انت هتبقى دكتور. طب ما هو دكتور، والدكتور مش لازم يجيب 96%. بس حضرتك بتقابل برضو لسه يعني في مثلا في الامهات دلوقتي، يعني بتقابل ده موجود كتير ده معظم الشعوب العربيه بتجري وراء الثقافات وراء اللياقات البيضاء. اصل ما فيش اطفال دلوقتي عايز ولا يطلع دكتور. كلنا الاطفال عايزين يمثلوا ويلعبوا كوره. لا 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 لا, لا 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 مع ان في مهن ظهرت بلوجر بقى وتيك توكر فاشن ديزاين مش عارف ايه، تكسب احسن من الطبيب. وبعد كده ليه انا بتكلم كمان يا دكتور سليم، هنا فتحنا ملف ده كذا مره، اهتمام الدوله بالتعليم الفني ده موضوع غير مسبوق خطير في تاريخ ده مصر. موضوع بص يا فندم، فاحنا محتاجين ان المجتمع يفهم ده موضوع خطير. كل الناس ده جدا بالتعليم الفني والرب في اولادنا. مش معنى انك تطلع معلم تبقى انت فشلت، مش تطلع مهندس. طب ما هو نجيب محفوظ، خريج كليه الطب، خريج كليه الاداب، وصل للعالميه. دكتور احمد زويل خريج كليه الطب، مش خريج كليه الطب. دكتور احمد زويل خريج كليه العلوم جامعه اسكندريه فرع دمنهور. اللي انا عايز اقوله ان انا انجح في مهنتي وفي تخصص اللي انا بحبه افضل من ان انا ادخل تخصص انا ما احبوش بناء على رغبه الام والاب، وافضل طول عمري في مهنتي فاشل. دي رقم واحد. رقم اتنين، دخول الكليات الدوله بقى او وزاره التعليم العالي بالتنسيق بين وزاره التربيه والتعليم، دخول الكليات ليست بالقمه بمجموعات القمه، ولكن صالحه لسوق العمل. دلوقتي الدوله اتجاهها كده، انت سوق العمل عايز ايه؟ سوق عمل، اختبار قدرات الطالب، انا بحب ايه وعايز. انا جايب 50% ولو دخلت مستشفى اتدرب فيها شهر ابقى اشطر من الطالب اللي جايب 90% في تخصص ما. فده برضو لازم ياخده. ايضا المجموعات، المجموع بتاع اخر سنه ما يقصش على الماده العلميه فقط. المناهج بتاعتنا، المفروض يبقى 75% منها أنشطة و 25% مادة تعليمية. يعني حتى فين أيام الحصص الرسم، حتى عشان نقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية اللي كل وزير يجي يقعد يتخانق ويروح. والدكتور طارق يعني ربنا يديله الصحة كاد أن يقضي قبل ما يمشي على ونحن نعول على الدكتور رضا. الدكتور رضا يعني زميل وصديق عزيز. بس انا بقول ايه، بقول يا جماعه لو انا طالب المنهج بتاعي فيه 25% ماده تعليميه وفي 75% انشطه باخدها داخل المدرسه باخد عليها درجه برضه، هل يبقى في حمل على كاهل الاسره؟ طبعا لا. هل ان احنا نجري ورا مجموع ونذاكر 12 ساعه في اليوم؟ طبعا لا. دخولي كليه القمه باختبار قدرات ليست بمجموع اعلى، اللي المعيار ما يبقاش مجموع اعلى. هل الام تقعد قاعده على الولد عشان تشتغل عشان يدخل كليه هندسه ولا كليه طب ولا زاد؟ ان في كليات فتحت كتير جدا، ذكاء اصطناعي وكليات هندسه وراثيه وغيره وغيره وغيره، فتحت دلوقتي تدي مجال وبدات هي محتاجه بس الحكايه شويه اطلاع من الاهل نفسهم ثقافة، على المجالات الجديده والكليات الجديده اللي احنا تربينا عليه.